بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم درس وقاية الجهاز العصبي دائما في الوحدة الثانية من كتاب المتعلم والمتعلمة فضاء النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي. الهدف من هذا الدرس هو أنني نكون قادر نحدد العوامل المؤثرة على الجهاز العصبي، وأنني نكون قادر أيضا أنني نحدد كيف يمكن المحافظة على الجهاز العصبي. إذن عنوان الدرس هو وقاية الجهاز العصبي، protection du système nerveux. D'accord. Donc on va commencer par نص الانطلاق، أتساءل وأفترض. إذن صورة الانطلاق هي هذه والنص هو هذا. إذن أصيب أخو ليلى باضطراب في النوم وفقدان الشهية وتوتر لأتفه الأسباب، مما جعل أباه يأخذه إلى الطبيب الذي فحصه وأخبره أن جهازه العصبي مرهق. أعيد، أصيب أخو ليلى باضطراب في النوم. إذن خا هذه الليلة أصيب اضطراب في النوم، يعني مبقاش كينعس مزيان، وفقدان الشهية مبقاش كياكل مزيان، وتوتر لأتفه الأسباب، يعني بقى يتوتر لأتفه الأسباب، مما جعل أباه يأخذه إلى الطبيب. وذاك الشيء علاش قرر الأب ديالو أنه يديه إلى الطبيب، الذي فحصه وقال له أن جهازه العصبي مرهق. يعني قال له بأن الجهاز العصبي ديالو هو السبب، يعني أنه مرهق، داك الشيء علاش عنده اضطرابات في النوم وعنده فقدان الشهية وعنده التوتر. إذا في نظركم شنو هو سؤال التقصي اللي غادي يجي لي مع هذه الوضعية؟ إذا حنا كنتكلموا على الجهاز العصبي، سؤال التقصي هو كيف يمكن المحافظة على الجهاز العصبي؟ كيفاش يمكننا أننا نحافظوا على الجهاز العصبي؟ دونك أنا وليت كنكتب الأجوبة في الورقة قبل إنجاز الفيديو، وذلك لكي لا يكون الفيديو طويل جدا وتحسون بالملل. نسبة للفرضيات، دائما أقول لكم افترضوا أي فرضية شئتم، لكن يجب أن تكون لها علاقة بسؤال التقصي، يعني يجب أن تكون جواب مقترح لسؤال التقصي. إذا الفرضيات نظرا لأهمية الجهاز العصبي، لذا يجب المحافظة عليه بتجنب كل ما يهدد صحته وسلامته مع تغذية متوازنة ورياضة وإلى غير ذلك، مفهوم؟ إذا الجهاز العصبي مهم جدا، لذلك يجب الحفاظ عليه بتجنب كل ما يهدد صحته وسلامته مع تغذية متوازنة. نتجنب المخدرات، وكذلك خصني ندير تغذية متوازنة، وكذلك ندير الرياضة. الآن سأختبر فرضياتي، يعني سأختبر هل هذه الفرضية فرضية صحيحة أم فرضية خاطئة. إذن لكي أختبر فرضياتي يجب أن أنجز الأنشطة المقترحة في أختبر فرضياتي. إذن أولا أتعرف بعض العوامل المؤثرة على الجهاز العصبي، أحلل هذه الوثائق وأنجز. إذا هنا عندي أربعة ديال الوثائق، الوثيقة رقم واحد، وثيقة رقم اثنان، ثلاثة وأربعة. إذا لاحظوا الوثيقة رقم واحد يؤدي استعمال الشاشات الإلكترونية لساعات طويلة إلى تلف أدمغة الأطفال والتوتر وانخفاض في التركيز وحدة البصر، يؤدي تعرض حاسة السمع للضجيج المتواصل إلى انخفاض في قدرة السمع والتعب والتوتر وانخفاض في التركيز، يؤدي التدخين إلى انخفاض حدة الإبصار وانخفاض الشهية وظهور ارتعاش، وتؤدي قلة النوم إلى ارتفاع الضغط والاكتئاب وفقدان الذاكرة والغضب والقلق والحد من قدرة التفكير والنوبة القلبية، وتؤثر على وظيفة الدماغ. إذن عندي ثلاثة ديال الأسئلة. السؤال الأول ألف، أبين لماذا يشكل استعمال الشاشات الإلكترونية والضجيج والتدخين خطرا على سلامة الجهاز العصبي. إذن الجواب هو كالتالي، تعد استعمال الشاشات الإلكترونية لساعات طويلة خطيرة على سلامة الجهاز العصبي، لأنها تؤدي إلى تلف أدمغة الأطفال والتوتر. إذن شفنا هنايا استعمال الشاشات كيؤدي إلى إتلاف أدمغة الأطفال والتوتر وانخفاض التركيز. الضجيج خطير على سلامة الجهاز العصبي، لأنه يؤثر على حاسة السمع ويؤدي إلى التوتر وعدم التركيز. يعني شفنا بأن الضجيج كأثر، وذلك بأن السمع كيصبح منخفض، وكذلك الشعور بالتعب والتوتر وانخفاض في التركيز. الآن التدخين خطير على سلامة الجهاز العصبي، لأنه يؤثر على ماذا؟
يؤثر على حاسة البصر، يؤثر على حاسة البصر وظهور ارتعاشات. إذا التدخين هو هذا شنو كيدير؟ كيأثر على حاسة البصر وظهور ارتعاشات. مفهوم؟ سؤال باء، أبين خطر قلة النوم على سلامة الجهاز العصبي. إذا سلامة الجهاز العصبي هنايا عندنا قلة النوم تؤدي إلى ارتفاع الضغط والاكتئاب وفقدان الذاكرة. إذا قلة النوم خطيرة على الجهاز العصبي لأنها تؤثر على الدماغ وتؤدي إلى الاكتئاب وفقدان الذاكرة والغضب والقلق والحد من قدرة التفكير. يصبح الإنسان الفكر دياله محدود من حيث القدرة على التفكير، وكذلك فقدان الذاكرة والغضب. إذا هذا هو الخطر ديال قلة النوم. نشوفوا سؤال جيم، اقترح بعض السلوكات أو السلوكيات لتجنب هذه الأخطار، يعني لتجنب أخطار استعمال الشاشات وكذلك قلة النوم وكذلك التدخين والضجيج. إذا بالنسبة للسلوكيات التي يمكن اتباعها، دونك لتجنب الأخطار يجب عدم استعمال الشاشات الإلكترونية لوقت طويل، يعني نستعملوا الشاشات الإلكترونية لكن بحدود. فهم تجنب الضجيج والتدخين، يعني نتجنب الضجيج والتدخين. المشي في الهواء الطلق، هذه هي سلوك مهم. ممارسة الرياضة والتغذية المتوازنة. إذن هادو غادي يمكنوني من ماذا؟ من تجنب الأخطار التي تهدد سلامة الجهاز العصبي. فهم سلامة الجهاز العصبي. الآن غادي نمرو الصفحة 28 اللي غادي ندرسو فيها كذلك سلوكات التي يمكن أن تهدد الجهاز العصبي. إذن ثانيا أتعرف أخطار تناول المخدرات على الجهاز العصبي. إذن غادي نتعرفوا في هذه الصفحة على أخطار تناول المخدرات على الجهاز العصبي، كيف تؤثر هذه المخدرات. فهم؟ إذن أحلل الجدول وأعاين الصورتين ثم أنجز. إذن عندي واحد الجدول وعندي جوج ديال الصور مرفقة لهذا الجدول. إذن الجدول فيه مخدرات وكاين نتائج محتملة بسبب استعمالها. إذن عندنا الحشيش، عندنا المورفين والهيروين، عندنا LSD، عندنا حبوب الهلوسة. إذن الحشيش كي يدير الغفوة والاضطرابات في تقدير المسافات، والمورفين والهيروين انهيار عصبي وألم شديد عند غياب المخدر وإدمان، كيوصلني إلى الإدمان. LSD النتائج المحتملة لاستعماله اضطرابات عقلية خطيرة، شعور بالاضطهاد، انطواء على الذات. حبوب الهلوسة توتر مع قلق وهيجان، عدم تمييز مستخدم المخدر بين العناصر المحيطة به، فقدان للإحساس وارتكاب أفعال إجرامية. مفهوم؟ إذن هادو هما النتائج المحتملة بسبب استعمال هذه المخدرات. شوفوا الصور، إذا الصور كتوضح داك المخدرات اللي تكلمنا عليهم. عندنا التدخين، عندنا كذلك الحبوب المهلوسة، كذلك LSD، كذلك المورفين والهيروين، وكذلك الحشيش. مفهوم؟ شوفوا الآن الأسئلة. إذن سؤال ألف، استخرج من الجدول أخطار تناول المخدرات على سلامة الجهاز العصبي اعتمادا على النتائج الواردة فيه. إذن اعتمادا على النتائج شنو غادي نديرو؟ غادي نبينو الأخطار وأخطار تناول المخدرات على سلامة الجهاز العصبي. إذا الأجوبة هم هذو. إذا ألف، أخطار تناول المخدرات على سلامة الجهاز العصبي. إذا هذا تناول المخدرات ممكن يؤدي بنا إلى الإدمان، إلى اضطرابات عقلية، وإلى انهيار عصبي، وكذلك فقدان الإحساس. إذا هذه كاملة أخطار تهدد الجهاز العصبي. سؤال باء، أقترح بعض الإجراءات للحد من مخاطر استعمال المخدرات. إذا باش نحد من استعمال المخدرات شنو هي الاجراءات اللي غادي ندير؟ الاجراءات التي تحد من مخاطر المخدرات، اذا اولا تجنب جميع انواع المخدرات، يعني حاول نقلل منها. التغذيه الصحيه، انني نتغدى مزيان، ناكل مزيان. الهواء النقي، انني نخرج الى الطبيعه لممارسه الرياضه وانني نشم هواء نقي. ممارسه الرياضه باستمرار، المشي والنوم الكافي. حتى النوم ما خصوش يكون عندي واحد القله في النوم، خصني النوم بشكل كافي باش نتجنب مخاطر المخدرات. مفهوم؟ الآن غادي نمرو إلى قراءة الملخص. استخلص، يتدخل الجهاز العصبي في مختلف وظائف الجسم. إذا الجهاز العصبي عنده واحد دور مهم جدا في الجسم، يعني هو كيتدخل في جميع أو مختلف وظائف الجسم، لذا تجب المحافظة عليه، لذلك يجب أن نحافظ عليه، وذلك بتجنب كل ما يهدد صحته وسلامته بحال الخمر والمخدرات والضجيج وقلة النوم والتدخين. إذا خصني نتجنب كل ما يهدد هذا الجهاز العصبي بحال الخمر والمخدرات والضجيج والتدخين وقلة النوم، هذا خصني نتفاداهم، مع تغذية متوازنة، انني ناكل مزيان، وتمارين رياضيه منتظمه، انني نمارس الرياضه. فو اذا لو سيستيم نيرفو كوموند تو لو فونكسيونمون دو كور
Pour cela, il faut le protéger en évitant tout ce qui le met en danger, en plus d'une alimentation équilibrée et du sport. الآن غادي نمرو لأطبق وأستثمر. غادي نجزو هاد جوج ديال الأسئلة المقترحة بعد الملخص. La première question, je cite trois facteurs qui nuisent au système nerveux. Donc غادي ندير ثلاثة ديال العوامل ولا ثلاثة ديال الأخطار اللي كتهددوا الجهاز العصبي. Donc les trois facteurs qui nuisent au système nerveux, on cite le bruit, الضجيج, les écrans, الشاشات, les drogues, مخدرات, la cigarette اللي هي التدخين. فهم دونك هادو من بين السلوكات اللي كيهددوا الجهاز العصبي. السؤال الثاني، اذكر بعض العوامل التي تؤثر سلبا على الجهاز العصبي. اذا غادي نذكر العوامل اللي كتاثر سلبا على الجهاز العصبي. اذا هي اللي تكلمنا عليها بالفرنسيه هي نفسها تقريبا. اذا قله النوم، الضجيج والمخدرات، الى غير ذلك، التدخين الى غير ذلك. ابينوا لماذا يجب المحافظه على الجهاز العصبي. علاش خصنا نحافظوا على الجهاز العصبي؟ علاش؟ لانه هو المسؤول عن عمل مختلف اجهزه جسم الانسان. احنا قلنا هنايا في الملخص يجب او يتدخل الجهاز العصبي في مختلف وظائف الجسم، لذا يجب المحافظه عليه. وبهذا غادي نكون كملت الدرس ديالي ديال وقايه الجهاز العصبي من الاخطار. كنتمنى انكم تكونوا استفدتم معايا في هذا الفيديو. في الاخير ادعوكم الى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وما تنساوش الضغط على لايك باش تزيدوا تشجعوني باش نزيد نقدم لكم فيديوهات اخرى متعلقه بجميع المقررات ديال السلك الابتدائي والإعدادي. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.